تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. درع وسيف النادي الاهلي، الدرع هو احمد اسامه والسيف هو محمد فارس، اللي بيرد بكل قوه على اللي بيتفوهوا على النادي الاهلي باي شيء ما يكونش صحيح. ولو حد بيشيد بالنادي الاهلي او بيقول كلمه حق حتى لو من الفريق المنافس بيتم الاشاده بيه، وان هم بيقولوا له شابوه وبيرفعوا له القبعه علشان بيقول الحق مش عشان خاطر النادي الاهلي. انا مش هطول عليكم في المقدمه كتير، ولكن سيف ودرع النادي الاهلي ردوا بكل قوه على شيكابالا وعلى الونش وعلى فيريرا، الثلاثه اللي ما وراهمش غير سيره النادي الاهلي في اي لقاء تلفزيوني بيتواجدوا فيه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف على سبيل المثال وليس الحصر هم ردوا وقالوا ايه بالصوت والصوره، وكمان موضوع الفار، وان لو الفار موجود سنة 80 ولا 85 كان كم البطولات اللي حصل عليها نادي الزمالك حدث ولا حرج. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ردوا وقالوا ايه على هؤلاء، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا طويل شوية على غير المعتاد في فيديوهاتنا في الآونة الأخيرة، ولكن فيديو يساوي تقله ذهب. لما حد زملكاوي يقول لك انتوا فزتوا او احنا فزنا بتقنيه الفار وانتوا اتغلبتوا بتقنيه الفار، قول له خد الفيديو ده اتفرج عليه وانت تعرف الفار عمل معاكم ايه واهداكم كام نقطه بدون وجه حق. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نقول كلمه اخيره قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. انا ما عنديش مشكله ان انت وانت بتتناول النادي الاهلي انك تكون بس دقيق في معلوماتك، لكن الحقيقه ان مدير فني لنادي منافس دايما وابدا في كل مبارياته وما بعد مبارياته يكون دايما بيتناول النادي الاهلي ومفيش حد بقى المره دي بيقول له بص في ورقتك، فاحنا مش فاهمين القصه بصراحه. يعني مستر بيريرا مدرب نادي الزمالك بعد مباراه الدوري طلع وتحدث عن انا ازاي بلعب في دور ال 64 والنادي الاهلي بيلعب في دور ال 32، ازاي بطل الدوري بيلعب في دور ال 64 وثالث الدوري بيلعب في دور ال 32. طب قلنا في الدوري واحنا مع بعض في مباراه وديه حبيه استعراضيه فاز فيها فريق الهلال بركلات الترجيح، طلع بعدها مستر فيريرا يتكلم في نفس الكلام، هو انا ليه العب في دور ال 64 والنادي الاهلي بيلعب في دور ال 32؟ فاحنا مش عارفين السؤال، هل مستر فيريرا ما حدش بيوضح له الصوره، ولا لو حتى وضحت له الصوره هيفضل يتساءل نفس السؤال؟ هو مبدئيا دي مش اول مره نادي الزمالك يشارك في دور ال 64، من اصل 16 مشاركه في دور المجموعات نادي الزمالك شارك 8 مرات من دور ال 64، فده مش جديد يا مستر بريرو، ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم، في حاجه اسمها التصنيف، التصنيف اللي بيعتمده الكاف اللي بناء عليه بيتم تحديد اعلى الفرق من حيث معايير النقاط، وبيتم بتجنب 6 فرق لدور ال 64. طب التصنيف ده بيتحسب ازاي؟ ب5 سنين، والقصه سهله وبسيطه جدا. لو انت بطل من 5 سنين دوري ابطال افريقيا بيضربوا 5 في 1، ولو انت تاني بيضربوا 4 في 1 يبقى 4 نقاط. طب لو انت بطل النسخه الماضيه زي فريق الوداد كده يضربوا 5 في 25، ولو انت تاني النسخه الماضيه زي النادي الاهلي يضربوا 4 في 5 يبقى ب20، يتجمع عدد النقاط دي فيطلع رصيد من النقاط، تترتب الفرق ياخدوا اول 6 فرق ما يشاركوش في دور ال 64، باقي الفرق بتشارك مع ال 58 فريق اللي بيصفوا مع بعض عشان يصعدوا لدور ال 32. القصه سهله وبسيطه جدا لو مستر بريرا ما يعرفش المعلومه دي، لا مرتبطه بترتيبك في جدول الدوري، ولا مرتبطه بعدد مرات فوزك بالدوري، ولا مرتبطه بتاريخك على المدى البعيد، القصه كلها مرتبطه بمشاركاتك في اخر خمس نسخ من دوري ابطال افريقيا ومن الكونفدراليه، وده التصنيف نتيجة او ده اللي انت بالظبط ده الترتيب. النادي الاهلي 78 نقطه، نادي الوداد 71 نقطه، الترجي 58 نقطه، الرجاء الرابع 54 نقطه، نهضة بركان 54 نقطه، صن داونز 46 نقطه، مازيمبي 43 نقطه، والزمالك 43 نقطه. دخل مازيمبي، وهنا المفترض ده اللي يكون تساؤل مستر فيريرا، هو ليه مازيمبي وانا 3 وهو 43 نقطه وانا 43 نقطه، هو اللي شارك في دور ال 32 وانا شاركت في دور ال 64، لكن المنافسه مع النادي الاهلي وحضرتك بتامن التصنيف غير مفهومه على الاطلاق.
يعني المفترض لما تيجي تتحدث تتحدث عن نفس المستوى. فريق مازيمبي عمل ايه؟ فريق مازيمبي وصعد ليه 43، لانه كان صعد النسخه الماضيه لنصف نهائي الكونفدراليه، فالكاف قرر اختيار مازيمبي على نادي الزمالك. سهله؟ لا، هي سهله بالنسبه لنا، انما بالنسبه لفريرا صعبه قوي. ليه؟ اولا انا عندي كذا تساؤل، يمكن هل ده له علاقه بنتيجه مباراه امبارح فهو طالع ياخد الناس لحته تانية؟ ده شيء يخصك انت وجمهورك واعلامك، انما الحته التانية دي ليه لها علاقه بالنادي الاهلي؟ ده انا مش فاهمه. السؤال الاهم، انا حاسس ان فيريرا عنده خلط، عنده خلط في شويه امور مع بعض. هو بيلعب فين؟ مع مين؟ في بطوله ايه؟ حاسس كل ده تايه عليه بجد، والله انا بتكلم بجد، يعني حاسس هو مختلط عليه. يعني فعلا انت في الدوري بتتكلم، طب الناس امبارح كل تساؤل والله العظيم الاشقاء في السعوديه بعتين بيسالوني هل هو فاكر ان ده حاجه لها علاقه بافريقيا؟ انت طالع بتتكلم في مؤتمر في بطوله ما بين ناديين في سوبر مصر السعودي، ايه اللي دخل القصه بتاعه النادي الاهلي ومشاركتك في افريقيا من الدور الكام وحتى اجهادك؟ دي بطوله وديه او مباراه وديه احتفاليه، ايه علاقه ده بفكره ان انت تدخل النادي الاهلي في الموضوع ونمط مسابقات الاتحاد الافريقي في الموضوع حتى لو بتتكلم في موضوع صح؟ يعني انا يا اسامه بتكلم في نقطه كمان تانية خالص، ان حتى لو انت اصلا بتتكلم صح، ايه علاقه المسابقه اللي انت بتلعب فيها بالنادي الاهلي وافريقيا واللي انت بتقوله؟ شيء غريب جدا. الحاجه بقى التانية، لما تبقى مدير فني مفترض ان انت مدير فني كبير، طب على مدار كل الفتره اللي ما بين تصريحك في الدوري لحد دلوقتي بنتكلم في قرابه الشهر، مفيش حد جابك فهمك ان اللي انت بتقوله ده ملوش اي علاقه بالنظام واللوائح الموجوده في المسابقه، وانك ما ينفعش تطلع تتكلم كلام مرسل ملوش علاقه بالمسابقه ونخلي الناس تقول الكلام ده غلط؟ يعني هل مفيش خوف على شكل المدير الفني؟ طيب كل ده شيء ما يخصناش لو اتكلمنا في حته اسبابه ودوافعه، هنفترض ايا كان السبب. اللي يخصني بقى انا كنادي اهلي، فكرة كل شوية بطل الدوري واللي خد المركز الثالث، يا جماعة اللي فاهم علم نفس، البعض أحيانا لما بيجي يحقق حاجة هي استثناء بالنسبة له بيبقى كل شوية عايز يتك عليه، لأن ده مش العرف السائد بالنسبة له أو ده شيء هو مش معتاد عليه. ففكرة كل شوية أنا خدت الدوري، يا سيدي أنت تخاطب اللي إيه علاقة فكرة النادي الأهلي هيشارك من دور كام؟ لأن في لائحة. طيب هل حد ما جاش قالك إن آخر 5 بطولات اللي وصلك للنقط اللي احنا عرضناها هو ان انت كان شكلك بال 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 بالوضع ده مقارنه بالنادي الاهلي؟ بما انك بقى بتتكلم عن النادي الاهلي اللي خد المركز الثالث، طب انت كان مركزك هنا ايه؟ 2020 2022 الوصيف اخر بطوله النادي الاهلي اللي خسرها بالظروف اللي احنا كنا عارفينها كلنا، دور المجموعات بدون تحقيق اي فوز في وجودك، ده انت مشارك مش مدرب جاي جديد، ما انتش عارف، انت خرجت من دور المجموعات من غير ما تكسب ماتش في 6 مباريات، شيء صعب جدا. 2021 النادي الاهلي بطل، بتخرج من دور المجموعات وبتخسر ذهابا ايابا في المجموعات امام نادي الترجي. 2020 النادي الاهلي بطل على حسابك انت الوصيف. 2019 النادي الاهلي دور الثمانية انت اصلا ما شاركتش في دوري الابطال. 2018 النادي الاهلي كان وصيف انت اصلا ما شاركتش في دوري الابطال. هو ده اللي انت تتكلم فيه. انا ما اعرفش جاي القلب منين ان يكون في تصريحات لها علاقه بان المفروض انا شارك في دور تمهيدي ولا لا، ولا اسهاماتي قصاد افريقيا كلها هي اللي عرضناها على الشاشه دي اخر 5 سنين. صعب جدا يعني، وانت مشارك في الخروج من دور المجموعات بدون اي فوز. احنا هنا يا جماعه مش عايزين نروح لحد ومش عايزين نتكلم عن حد، بس كمان محدش يتكلم علينا ومحدش يقلل من فريق هو الوحيد اللي محافظ على هيبة الكرة المصرية آخر 20 سنة في أفريقيا، شاء من شاء وأبى من أبى. وده مش تقليل من حد، دي حاجات اسمها وقائع، حاجات اسمها حقائق. بتاخد 7 مرات البطولة آخر 20 سنة، مفيش فريق من مصر رفع الكاس، مفيش فريق من مصر سنتر في كاس العالم للأندية وانت لعب 18 ماتش. ده اللي نعرفه للناس ونفهمه لهم، انما ما بقاش الكلام مرسل. ثم الكلام يا اسامه عن نقطه تانية. لا هو بس عشان للمصداقيه وللامانه، هم خدوا بطوله الكونفدراليه امام 2018 امام نهضه بركان، دي اتحسبت في التصنيف التراكمي، لكن الصوره دي او الديزاين ده معمول لمشاركتك في دوري الابطال، بما انك بتتكلم عن دوري الابطال، لكن انت خدت نقاط على بطوله الكونفدراليه الافريقيه اللي الزمالك حصل عليها. لكن
كان نقطة مهمة وحابين نتكلم فيها، وأعتقد الصورة واضحة للجميع. نتمنى تكون واضحة بس المستر بريرا ما يكررهاش تاني يعني، ويركز في أنه عنده مباراة في دور الـ64. ونتمنى طبعا نادي الزمالك وكل الأندية المصرية أنها تحقق نجاحات في البطولات الأفريقية تخليها تشارك بعد كده من دور الـ32 وتجاور النادي الأهلي في دور الـ32 مع الأندية الكبيرة في قارة أفريقيا آخر 5 سنوات. خلينا نتكلم في نقطة تانية مهمة جدا. مستر بريرا كان يتكلم بوضوح في فترة الدوري الأخيرة لما بدأ يلعب تقريبا كل 4 أيام مباراة، يتكلم عن ضغوط الجهاد الفريق. احنا ما عندناش أزمة ان حد يتناول النادي الأهلي، الأزمة عندنا الحقيقة اللي دايما وأبدا، او خلينا نقول غالبا عشان نكون منصفين، غالبا التناول بيكون غير صحيح. التناول بيكون مش فقط اعتماد على الذاكرة الحالية، لا ده انت كمان على المدى البعيد بيكون غير صحيح على الإطلاق، وبتبدأ الرواية تكبر وتكبر وتكبر، واجذب ثم اجذب ثم اجذب حتى يصدق الاخرون، وفي النهايه بتصدق نفسك. ده بالظبط اللي ممكن ينطبق على تصريحات لاعب نادي الزمالك محمود حمدي الونش، وهو بيتحدث عن عداله الفار وتقنيه الفيديو، وهو بيتحدث عن مسابقات كتير كان ممكن يختلف بطلها لو كان موجود تقنيه الفيديو في الماضي. والكلام السهل سهل، والكلام المرسل مرسل عادي جدا، اطلع قوله. لكن كمان ان انت وانت عايش في القصة دي تتناسى احداث ووقائع مش ممكن ابدا حد يتناساها. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع معكم. نفترض مثلا ان الفار كان موجود سنة 85 تمام ولا سنة 75 ماشي، كان وضع واعداد وارقام انجازات نادي الزمالك كانت مختلفة 100% طبعا 100% طبعا 100%، لان في دوريات كتير الزمالك خسرها بسبب، لان في دوريات كتير الزمالك خسرها بسبب مثلا بونت او بونتين، نقطه او نقطتين للفريق المنافس بسبب مثلا جون جه مش جون، او ضربه جزاء اتحسبت على الزمالك مش ضربه جزاء. وانا يعني انا كنت فاكر، انا كنت في الاستاد يوم ماتش الجيش، انا كنت من ناشئين الجيش، كنت في الاستاد بلم الكور زي الشباب الصغيرين دول كده، ومش هنسى الجون ده، الجون الكابتن محمد ابو تريكه طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، كان جون لو كسبوا الجيش هياخدوا الدوري. والزمالك نفس اللي بنط تقريبا يعني قريبين من بعض. كره عرضيه كده راح انا ورا الجون زي احمد ابو مصطفى كده، كابتن احمد مصطفى الله يمسيه بالخير، زقه كده وراح لعب الكره بدماغه، راحت جاي جون وخد الدوري بكره زي دي. نفترض مثلا، متخيلين كابتن الونش كان لاعب في قطاع ناشئين فريق طلائع الجيش وحاضر المباراة دي وشاف الواقعة دي وشايف ان ده غير مسار الدوري من نادي الزمالك للنادي الاهلي في المباراة الاخيرة. يعني ده الانحياز التأكيدي اللي انا دايما بكلمكم عليه. يعني ايه انحياز تأكيدي؟ يعني انت دايما بتروح تبحث في معلومات تتوافق مع هواك. طب لو لقيت المعلومات دي لا تتوافق مع هواك، هنعدي المرحلة دي بقى اللي وصلها محمود حمدي الونش، اللي هو انا هشكل المعلومات عشان تتوافق مع هواي. يعني انا بعد الانحياز التأكيدي كده بخطوة، او الانحياز الذاتي في علم النفس يعني، راح لمباراة معروفة واضحة وشهيرة، ودوري 2009 اتكلمنا فيه كتير، ويعني جبنا كل الحالات المتعلقة بنادي الاسماعيلي اللي هو للامانة هو كان منافس النادي الاهلي في الدوري، او هو اللي استفاق والنادي الاهلي قدم بعض النتائج السلبية فقدر يوصلوا للمباراة فاصلة. واتكلمنا عن مباراة الاسماعيلي والاتصالات وهدف ألغية الاتصالات هبط بفريق الاتصالات، والحكم اللي بيشجع النادي الاسماعيلي سيد فتحي اللي لغى لنا هدف وعدم احتساب ضرب الجزاء، وقصة كبيرة كده في ماتش الشرطة. فالوقائع بتاعة 2009 كلها معروفة. لكن انا اروح حتى للمباراة دي اللي هو محمود حمدي الونش كان قاعد ورا الجول، طب انت شفت الزقة ما شفتش ضربة الجزاء في نفس منطقة الجزاء دي لجلبرتو ما شفتهاش؟ يعني انت شفت بس الزقه، انا مش هقول لك بقى النتيجه 3-1 والكلام ده، انا اقول لك ما شفتش نفس الحكم ركله جزاء اللي جلبرتو اتفاضى عن حسابها ما شفتهاش؟ صدقني الحكم لو عنده ذره شك هو اكيد مع، يعني انا بقول لك هناك كره زقه ولا ما فيهاش زقه، ده بقول لك هو لو عنده ذره شك ان كان في زقه تاكد كان هيصفر، تاكد كان هيصفر، لانه خدم الاسماعيلي في نهائي كاس مصر قبل كده قصادنا برضو النادي الاهلي الحكم ريشه. لكن القصه قصه صعبه، ان انا اكون شايف نادي الزمالك في المركز السادس في 2009 واجي اتحدث عن انه منافس، والمفترض بدل ما تتذكر زقت ابو تريكه تتذكر ازاي الزمالك في 3 سنين فقط لغير كان بعيد تماما عن انه يدخل المربع الذهبي في 2006
وفي 2009 في 2006 يقول اصل ابو تريكه وحرس الحدود والنادي الاهلي حاسم الدوري بفارق دبل سكور، يعني كان في مجموعه لوحده وبقيه الفرق في مجموعه لوحدها وفاز من يناير. فالانحياز ذاتي ونسيان واكيد محتاجين نقرب له شويه. لا بص، هو مش انحياز ذاتي، ده تضليل، يعني ده تضليل والله مباشر. يعني بص، هي الفكرة برضو اللي احنا بنرجع ليها، عايز تطلع تتكلم في لقاء عن فريقك اعمل اللي انت عايزه، قول احسن فريق، افضل فريق، يستحق كل البطولات. انما احنا هنا وفي نفس المكان ده الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن زيزو، وتخيلوا اتكلمنا عن زيزو بالإيجاب، يعني شيء ربما لم تراه ابدا في عند المنافس. ولكن هنا قلنا تصريحات زيزو في لقائه كانت متزنة جدا جدا، وشفنا ان مفيش مشجع اهلاوي واحد هاجم زيزو. ليه؟ لان الراجل طلع اتكلم بمنتهى الاحترافيه، مفيش اي مشكله ولا حاجه تستدعي ان احنا هنا هنكتر زيزو عشان نهاجمه، ده بالعكس ده احنا اشدنا بيه. يعني شيء انا بقول من الالتزام والضابط المعنيه اللي صعب تشوفه في اماكن اخرى. ولكن لما تطلع تتحدث في كلام غير مستند لاي حاجه، والكلام انا قلت حاجه يا جماعه، اسهل حاجه في الدنيا انك تبقى تتكلم كلام معلوش دليل، اللي هو ايه؟ والله احنا كنا نقدر ناخد 90 بطوله لو الفار موجود. انهي فار؟ ما هو ده برضو السؤال، انهي فار؟ وعشان كده الناس بدات تردد برضو، ما انا عندي تحفظ في فكره اي حد ضيف جاي لك عادي جدا، هو لو الفار موجود من زمان ما كنتش حققت كل البطولات؟ والله سؤال حلو، بس طب ما الفار موجود في افريقيا. طب هو الاهلي بيحقق بطولات في الفار ازاي؟ النادي الاهلي راح حقق برونزيتين واول مره في تاريخه يكسب مونتريه واول مره يكسب بالميراس، كل ده وجود فار. فاصلا انا ما عنديش مشكله مع الونش، بس انا عندي مشكله مع سؤال بقى بيردد دايما، هو لو الفار حضرتك كان موجود ما كنتش كنادي زمالك خدت كل البطولات؟ طب ما انا كسبان بوجود فار في نهائي افريقيا يا جماعه، انا كنادي اهلي كسبان بالقضيه في اصعب هزيمه في تاريخ نادي الزمالك على مدار افريقيا كلها على فكرة يعني، وكان في فار. هنبدأ بقى نقول ايه؟ نروح ساعتها لحاجة تانية. مصطفى غربال بقى الحكم اللي هو في رأيي مصنف رقم واحد حاليا داخل القارة، لانه خد كاس عالم الاندية، حكم دايما مصنف ودايما بياخد المباريات الكبيرة او المباريات اللي هي على القاب. لا نبدأ نروح تاني حاجة بقى. بس خد بالك ابقى فرق تاني حاجة، هو اجابته منطقية فعلا، انت وانت بتتكلم كده وحيت لان اجابته منطقية حقيقي. لو الفار ده الفار المصري ده لو كان موجود فعلا كانت بطولات كتيره هتتغير، ما احنا شايفين الفار دلوقتي. صح، هو كلام منطقي، انا معاك. لو الفار المصري ده موجود الفار المصري انسى بالزبط. الفار المصري انسى، يعني شفنا احد الحراس امبارح، يعني شفته حارس بيتقدم وبيسيب الخط. انا عايز اقول لك ان 90% من ضربات الجزاء في الدوري المصري نفس الحارس كان بيطلع وبيسيب الخط فيها ومش واقف على الخط في ضربات الجزاء. انا معاك فعلا، هو ده الفار اللي لو موجود كان فعلا البطولات هتختلف، لان ده فار في شبتتشال وفي روح بروتوكول وفي احتواء وفي كل حاجه سمعنا عنها. فنرجع بقى لحديثا او الونش تحديدا، يمكن اتكلمنا في المواسم اللي هي اصلا يعني ازاي هتاخد كلام اللاعب حجه وهو مش عارف مين المنافس في موسم 2009، يعني فريق في المركز السادس بيتكلم ان هو المنافس، فهل تثق في رايه؟ اعتقد اكيد اكيد لا. طب لو جنبنا رأيه وجنبنا الماضي الصحيق اللي النادي الأهلي حقق فيه كل البطولات الممكنة وكده كده مش هيتغير، والمستقبل بتاعنا على فكرة إن شاء الله. طيب إن شاء الله أكيد. طيب لو جينا بقى للحاضر بتاعنا والحاضر بتاع الونش نفسه، طب تعال شوف بالفار وبأراء الخبراء يا ونش، الفار المصري بيعمل معاك إيه وبيحسب لك إيه أو ما بيحسبش عليك إيه؟ نطلع ونشوف الفيديو. هنشوف بس في الحالة دي حاجتين، هنلاقي ان الونش الاول نازل برجله اليمين برجله الشمال بيحاول ان هو يعمل بلوك عشان لو الكرة اتعاملت بالعرض، وبعدين الكرة خبطت في رجل لاعب الجيش وعليت. نكمل وهي في الهواء، الونش فعلا نجح ان هو يلمس الكرة، ولكن طريقة دخوله بالشكل ده لا، هو برضو وصل لرجل لاعب الجيش وتسببت في سقوط اللاعب، برضه دخوله بالشكل ده نوع من انواع الاهمال، وبالتالي كان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل وينبه الحنفي للحاله. الاهمال موجود الحقيقه، ركله جزاء غير محتسبه على نادي الزمالك، ولكن حكم الفار كل اللي سيطر على ذهنه ان اللاعب وصل للكوره بنقول مش هو ده المعيار ده.
ركله جزاء صحيحه لطلاع الجيش كان على الونش، الونش كان لازم حكم الفار يتدخل، ما تدخلش يعني. كمان على فكره يا جماعه خدوا بالكم الحته دي، القصه مش حكم الساحه، يعني مش حكم الفار استدعى حكم الساحه وراح حكم الساحه اختلف مع حكم الفار، ده ما قالش حكم الفار، ما قالش للحكم. فهنا الفار اللي لازم لازم الونش يحبه، انا لو مكانك عارف مش هحب الفار برضه، لان احنا ما بنحبش ده. هو بس عشان نكون امناء، انا متفق ان الونش قال الاجابه السليمه ان الفار كان هيغير دوريات كتير، لكن احنا مشكلتنا مع المنهجيه اللي اتغيرت بيها البطولات، فبنحاول نوضح للونش نفسه ليه بيتكلم عن الفار بكل هذه المحبه، لان بالتاكيد العلاقه كانت متبادله من قبل حكام الفار والونش، لاننا عندنا ايضا ركله جزاء نطلع نشوفها الونش عمل فيها ايه. دي دفع بتاع الزمالك هو اللي زق الزميل، لاعب الزمالك هو اللي انا شايفه بالصوره، انا شايفين انا شايف بتاع الزمالك هو اللي دافع، هو اللي احنا هنحسب دي ولو قارناه بتاعه الزمالك والسيراميكا، دي ركله جزاء براند ماركه مسجله للاعبي نادي الزمالك، حصلت في الدوري ده والدوري الماضي كتير جدا، ضربات ثابته، فيجي مدافع يزق لاعب الفريق المنافس على زميله في الفرقه، يعني الوينش يزق مدافع الجيش على مهاجم الزمالك، وده اللي حصل بالظبط. فالحكم هيشوف ايه؟ مش هيشوف الوينش، ما احنا قلنا خلاص الفار والوينش علاقه متبادله، فمش هيشوف الوينش، هيشوف فقط لغير المدافع وهو بيرتطم في مهاجم نادي الزمالك. مش ده وبس، يعني مش شرط كان الونش، هفكركم انها براند بس، انها كانت في مباراه انبي لما سيف الجزيري برضو زق لاعب على يوسف اوباما، فده الونش وده الفار بتاع الونش اللي الونش عايزه من سنه 85 عشان يغير مسار بطولات. اعتقد يعني في حاجه واضحه، ليه الونش بيحب الفار؟ لان الونش صديق الفار. ده 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 ده, ده انت اللي بتشوفه ده انت طبيعي تحب الفار. الموسم الحالي مباراة المصري اللي الونش لعبة واضحة كان لازم تحتسب ضرب الجزاء وكانت هتغير سير المباراة، ونادي المصري كان بيئن منها وطلع اشتكى وبطلها مين؟ الونش. معلش احنا نصحح المعلومة لمحمد فارس، هي ما كانتش ضربة جزاء ولكن هو كان طرد من خارج ال 18. اللي بيحب الفار تشوفوا اللعبة عشان تعرفوا سبب حب الونش للفار. نيجي للعبة دي وهنقف فيها شوية، اللعبة دي بس هنقف، احنا عايزين نقف هنا ليه؟ ان المخالفه من بره وليست من جوه، يعني الاعتراض بتاع المصري ان كنا عايزين ركله جزاء هي من بره مش من جوه. اللي يهمني النهارده مين اللي استحوذ على الكوره؟ هنشوف الاعاده اللي جايه. بص بس مين اللي مستحوذ على الكوره؟ المصري ولا الزمالك؟ الزمالك. لا المصري، المصري واخد الكوره برجله، واخد الكوره نمشي بعد كده الزاويه الثانيه، العرقله تمت الزاويه من قدامها كابتن، العرقله تمت لسه فيها ده، هتشوف كل حاجه ما تستعجلش. لاعب الزمالك لم يلعب الكوره، رجله هتشوفه اهو، رجله وقدمه بعد كده. كابتن حازم مش الاول يا كابتن حازم، من الاول هي من الاول قدمه امام الكوره وليس على الكرة. لا لاعب المصري اللي متبرجع بقى اهو اهو، هو لمس فين الكوره؟ فين الكوره؟ رجله اهي يا كابتن المصري يا كابتن اهو، فين الكوره؟ رجله اهي، ارجع ورا ارجع ورا، ايوه اهو اهو يا كابتن، ما هو واخدها لاعب المصري، هو لاعب على رجله، ما لعب يا كابتن المصري اللي لعب على الكوره، الكوره بص بيلعب رجله اهي فوق الكوره، رجله بتعدي من فوق الكوره مش من تحت، مش قدام الكوره. اذا اللاعب المصري خد الكوره، الفار نادى الحكم عشان يوريله الحاجات دي، ان هي من بره والحاجات دي كلها. حكم لن يحتفل طبعا، في الاول وفي الاخر هو قرار حكم وليس قرار الفار، لكن هذه الحاله تستوجب ركله حره مباشره خارج منطقه الجزاء وطرد مدافع نادي الزمالك. الفيديو ده فيه مفارقات كتير جدا، كلكم وانتم بتتفرجوا عندكم عين زينا شايفه رجل الونش وهي معديه الكوره خلاص. كابتن حازم امام في الاستوديو بيقول ان الونش لعب الكوره، مع ان لحظة ارتكاب المخالفة كانت اصلا رجل الونش عدت الكرة، فبالتالي انتهت احتماليات بكل العلوم الطبيعية ان الونش يكون لعب الكرة، لان خلاص الكرة واخدة مسارها والونش بيضرب رجل اوستن اوموتو، وكابتن حازم في الاستوديو بيقاتل ان الونش لعب الكرة. هو كابتن حازم امام اللي طلع امبارح قال
ان الدوري المصري فيه اخطاء تحكيم عاديه، وشوفوا الدوري الانجليزي وبنتهم الحكام هنا بالفساد او توجيه الدوري. واعتقد يا كابتن حازم برؤيتك دي صعب تشوف مشكله، اصل هتشوفها ازاي؟ لان احيانا القلب اللي بيشوف مش العين يا كابتن حازم. اما بالنسبه لصديق الفار كابتن الونش، اعتقد هنا بقى رغم ان اللعبه واضحه وصريحه وكان يستحق فيها الطرد وكانت هتغير نتيجه المباراه، لا للامانه عشان احنا هنا امناء وموضوعيين، الفار هي كانت هتغير نتيجه المباراه لسبب بسيط، لان نادي الزمالك كان متاخر بهدف، وكان الطرد ده ممكن الكره دي تيجي منه، يعني يجي منه هدف. والمصيبه والكارثه ان اتحسب فاول على حدود ال 18 لنادي الزمالك، اتعادل بيه زيزو بهدف من ضربة حرة مباشرة، وطبعا من فاول وهمي. وحتى رضا عبد العالي اللي عمره ما غلط في نادي الزمالك ولا عمره قال حاجة، قال ان التحكيم كان له دور ان المصري يتغلب في هذا اللقاء. الفار اتدخل ولكن كان في رأي اخر وصديق اخر لكابتن محمود الونش، وهو حكم الساحة كابتن محمود عاشور، هو اللي هنا محمد معروف، انا اسف، هو اللي هنا تدخل وراح رغم استدعاء الفار ان الكرة هنا كانت واضحة وصريحة، كان له رأي تاني خالص وقال ما فيهاش حاجة. وهنا اعتقد مبرر ليه كابتن محمود الونش كان شايف ان في حاجات تحكيمية ممكن تتغير. هو لو الونش نفسه هو حكم الساحة مكان الكابتن محمد معروف كان طلع الكارت الاحمر لنفسه؟ اه بالتصريحات اللي قالها دي؟ اه اسمعني زعلان منك. لا 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 يعمل هو بس هو حابب الفار ان هو مرضاش يطرده، لكن لو هو موجود نفسه كان طلع الكارت الاحمر. لكن محمد معروف صعب يطلع الكارت الاحمر، محمد معروف في لقطات كتيره جدا كان عامل مشترك، يعني الصوره سبحان الله لما بتيجي من خلف المرمى بتلاقي لاعب نادي الزمالك وفي ظهره الحكم محمد معروف. ماتش سيراميكا كليوباترا نفس الصوره بالظبط، من ورا المرمى طارق حامد وفي ظهره محمد معروف. فدايما وابدا هتلاقي محمد معروف في ظهر لاعب الزمالك اثناء ارتكاب المخالفه، فربما يمكن عشان هو في ظهر اللاعب فمش شايف الكره كويس. طب جبناك تشوفها صوت وصوره برضه ما فيش فايده. على فكره لما فارس قال لكم كابتن حازم بيدافع والصوره انتوا شايفينها، اللي بيتعرض امام كابتن حازم ما كانش صوره، ده كان فيديو كان بيتعرض اللعبه اللي ما فيش اي لمس للكره من الونش على الاطلاق. وكابتن حازم كان قبله كابتن ايمن يونس وطلع وقفوا عند الشاشه لكابتن احمد الشناوي بيدافعوا دفاع مستميت، بس كابتن ايمن يونس مجرد محلل، لكن كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. الغريب في الموضوع انا ما عنديش مشكله عزومه مع حكم معتزل او الكلام ده كله ورقاء مع حكم معتزل في احد المطاعم، ده موضوع عادي خلاص، الحكم اعتزل، مش هو اعتزل؟ مش كان اخر واقع ليهم واقع فاركو انتهت. لكن انا لما ابقى شايف واقول ان الدوري الانجليزي في مخالفات واخطاء تحكيميه كبيره جدا، ويكون توجهي لما اجي اطور التحكيم المصري اختيار حكم انجليزي، يبقى انا هنا عندي علامه استفهام. لو انت مفهومك عن الدوري الانجليزي الاخطاء دي، طب رحت ليه لحكم انجليزي تجيبه يطور التحكيم المصري؟ احنا عندنا تحفظات، وادي الصوره، وادي محمد معروف طبعا اللي هو في ظهر لاعب نادي الزمالك مرتكب المخالفه، طبعا مخرج معانا والاعداد صحيين يعني، فجابوا لكم اللي انتوا عايزينه. فدايما وابدا هتلاقي معروف كده في ظهر لاعبي نادي الزمالك. نروح بقى للتصريحات المهمه جدا اللي هي مش وجهه نظرنا، ده وجهه نظر فريق النادي المصري اللي كان متقدم 1-0، وحاله الطرد دي تخلي فرصه في الفوز بالمباراه اعلى. نادي الزمالك فاز 2-1. نشوف كريم ذكري قال ايه بعد المباراه. يمكن يا كابتن حضرتك شفت يمكن الشوط الاول كله ما كانش فيه اخطاء ولا كان في اي افضل، والحمد لله قدرنا نتغلب، قدرنا بنتيجه معاك صفر وخلصت الشوط الاول، قدرنا نتغلب الشوط الثاني. كره واضحه لاي حكم. كره توسكن امام افتراض مباشر ابو جبل، جاب عبد الله من الخلف من الوش. نعم. الفار نزل للكابتن معروف راح وبص، كلنا اتفاجئنا بالقرار، ولا فيها فاول ولا فيها طرد ولا حتى فيها اي حاجه، يعني الاحتراف كمان مش يعني كان بالنسبه لنا احنا على الدكه احنا بنقول من بره ولا من جوه، لكن هي واضحه كارت احمر. نعم. واضحه يعني بالنسبه لكم واضحه، لو من بره كارت احمر لو من جوه تبقى ضربه جزاء. بالظبط دي وجهه نظركم يعني. خلي بالك ان دي كانت 1-0. نعم. النادي المصري. نعم. فكان الطرد ده لو هي فعلا من بره
والطرد ده يفرق معانا 180 درجه. نعم. انت بتلعب الزمالك وبتقدم عليك واحد ويطرد منهم واحد كمان. صحيح. كان هيغير مجريات الامور. طرد 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 مباشر وواضح لاي حد. يعني انا شايف ان الموضوع النهارده كان واضح جدا. هات لي قرار غلط واحد من كابتن معروف النهارده ضد نادي الزمالك. افتح القوس وحط كريم زكري جنب كابتن حلم طولان جنب كابتن احمد حسام ميدو عن اخطاء تحكيميه عشان بس الونش بيقول لك الفار وتقنيه الفار، ولو كان الفار موجود ده والفار موجود، لو كان الفار موجود كان ممكن مين تاني يتحط في القوس؟ لما احمد حسام ميدو انا كنت بلعب النهارده الزمالك والحكام، لما كابتن حلم طولان يا هو اللي ملوش ضهر بيتضرب على بطنه، لما كريم زكري بيقن في مباراه الزمالك والمصري، طب لو كان الفار موجود كان مين تاني يا ونش هيطلع يتكلم؟ ده الفار اللي حماك، ده الفار اللي انت محتاج فعلا يتواجد، لانه بالفعل لو استمر تقنيه الفيديو في مصر بالشكل ده اكيد اكيد البطولات مسارها هيبقى شكلها مختلف، هتتغير. لان انا بعمل تقنيه الفيديو ليه؟ اي دوري في العالم بيعمل تقنيه الفيديو ليه؟ الهدف ايه؟ مزيد من العداله. انا مش بسعى لعداله 100% لكن مزيد من العداله. الحالات اللي زي دي ما ينفعش اصلا تتعدى على تقنيه الفيديو، ما ينفعش حكم الفيديو يكون قاعد وشايف اللقطات دي ويجيب حكم الساحه ويشوفها ويرجع ما يحسبهاش، ما ينفعش. ونيجي نزعل نقول هو احنا ليه بنتكلم عن التحكيم المصري؟ هو ليه الناس بتشكك في التحكيم المصري؟ هو ده محتاج، ده محتاج خلينا نكون حسن الظن، دي حكام ضعيفه مش قادره تاخد قرارات سليمه، مش قادر اطبق القانون في مباريات معينه، لكن مباريات تانية لا القانون بيتطبق سهل جدا. محمد معروف نفسه في مباراه الزمالك والمقاولين مع اشرف بن شرقي انفراد حتى على جانب الملعب طرد على طول مدافع المقاولين بدون تفكير، لكن مع النادي الاهلي والمحله وعرقله محمد شريف ما يطردوش، مع النادي المصري والزمالك وعرقله الونش ما يطردوش. فبالتالي في مشكله في تقنيه الفيديو، وعشان كده مفيش حكم فيديو واحد موجود في كاس العالم. اللي موجود الاثنين اللي من المغرب ليه؟ لان الانطباع اللي متاخد عن تطبيق تقنيه الفيديو في مصر انطباع سيء جدا، كفاف مديه ضيقه جدا لتقنيه الفيديو في مصر، وعشان هي درجه سيئه جدا الونش حبها. انا بضحك عشان بتقول ما فيش حكم فيديو موجود، يعني في حكم ساحه؟ يعني حكم فيديو ولا حكم ساحه ولا حد كان موجود من حكامنا في اخر 10 مباريات في تصفيات كاس العالم عن افريقيا؟ 10 مباريات ما فيهمش حكم، سيبك في ماتشين بتوعنا، 8 مباريات ما فيش حكم مصري يجيبوه يا جماعه؟ تعالى انت حكم ساحه كده تعالى معانا كده بس عشان الشكل، ما فيش. ليه؟ لان دي مستويات الحكام اللي الونش نتيجتها بيحب الفار. ده اللي خلى 17 نادي من 18 يشتكوا الا نادي واحد يفهمكم ليه الونش بيحب الفار. اربطوا الكلام كله ببعض. طيب نطلع بقى ونشوف لعبة مهمة جدا للونش برضو تفهمك اكيد ليه لازم يحب الفار. احتكاك اما نشوف هنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك ايديه الشمال عاوزين نركز عليها، وبعد كده وزبع عمل حاجتين، اول حاجة هنا في خطة، بعد كده في وزبع على مهاجم نادي حرس الحدود. الكرة دي طبعا ركلة جزاء واضحة، كان لازم حكم المباراة لو تقديره فيها مش كويس يطلع يشوفها مع حكام الفيديو. انا بس عاوز اقول يعني نصيحة للحكام بما فيهم محمود ناجي، حكم الفيديو ده جاي بيساعدك، جاي بيساعدك، انت ما تعتمدش عليه. اصل محمود هو خارج عشان يشوف الكرة زعلان وهو خارج، لا ده واحد جاي بيساعدك، انت تشوفها وخد قرارك في الاخر، واخد قرارها من جوه الملعب. كابتن ايمن شرطان وقتنا، كابتن تيك بشكرك، بشكرك يا بشكرك، بس برضو يعني كابتن صراحه كابتن سميره روعه، بس هو التاريخ دايما بنقول ايه اخطاء التحكيم في اللعب. طبعا يعني الزمالك اكثر واحد يعني يا كابتن لو اخطاء التحكيم في اللعب نفس المنهج اللي قلناه لكم قبل ما نروح للونش. حبيب الفار خلاص انتوا حفظتوا معانا الفقره دي تعرفك ليه الونش شايف ان البطولات بين الاهلي والزمالك كانت هتغير لو الفار موجود، عشان الفار بيعمل معاه كل ده. انسى بقى الكن دي على جنب لان دي برضه هروح لها تاني. انما نفس المنهج اللي قلناه لكم كابتن حازم كابتن ايمن يونس خلاص هو مش لاقي حاجه يقولها في اللعبه، اللي هيعرف يجادل ولا هيعرف يشد كابتن احمد الشناوي، هنا كان كابتن سمير عثمان، ولا هيعرف يطلع يقول له لا اصل اللعبه ولا يجادل فيها. قال له ايه؟ الاخطاء التحكيميه معروف ان هي بتحصل، يعني مش الزمالك بس. وحد قال حاجه؟ حد قال الزمالك بس؟ حد اتكلم؟ يعني الاحساس احيانا السنس بيبين المعنى. ولكن اللعبه دي بقى اللي الونش كان فيه ضرب الجزاء تفرق مع الحدود في ايه؟ حرس الحدود هبط بسبب اللعبه دي. لو حرس الحدود خد ضربه الجزاء دي كان زمانه قاعد في الدوري. حرس الحدود هبط، متخيل فريق بالكامل هبط
باستثماره بوجوده في مسابقه نتيجه خطا تحكيمي الونش اللي ارتكبه والتحكيم المصري اللي ما حسبوش عليه. فلازم تحب الفار، لان كمان الهدف ده او اللعبه الغير محتسبه دي على الونش هي اللي تسببت ان الزمالك يلعب كونفدراليه، فبالتالي يلعب دوري ابطال، فبالتالي كان وقتها قدر يوصل للمرحله دي ويوصل للنهائي. كانت دي 92 بالمجزورة في الجزاء دي. بس أنا عايز أسألك سؤال، يعني فريق بالكامل ينزل؟ هو ممكن فريق جزء منه يهبط؟ فريق بمجهوده بقدرته بكل حاجة بالروح بالاحتواء. فطبعا الونش كان معانا في الفقرة دي، أعتقد فقرة هو ما يحبش يشوفها، لأن للأمانة يا جماعة النادي الأهلي، وهنا كإعلام النادي الأهلي عندنا دايما والله الرد بالصورة زي ما أنتوا شايفين، ودايما بنتمنى ان الناس تبعد عن حقوق النادي الاهلي عشان ما نضطرش نحطهم في الموقف ده. وتعرفوا ليه الونش بيحب الفار؟ نشوفكم بعد الفاصل. مين بيشكك في بطولات النادي الاهلي؟ مين بيتناول عشان نتناول بلا تطاول بعد الونش في شيكابالا؟ شيكابالا نفس القصة في نفس الحلقة، طلع قال الكلام اللي حضراتكم هتسمعوه ده. نشوف الفيديو. زي ما انا بقول لك، اول الفرق اللي موجوده في الزمالك دلوقتي دي من احلى السنين اللي انا لعبتها كوره في حياتي كلها. الفرقه دي ده تصريح قوي، ده من احلى السنين اللي انت لعبت فيها كوره في حياتي. لان الفرقه دي فعلا ربنا بيكلم مجهودهم وبياخدوا بطولات، عشان الفرقه دي اول مره في الزمالك تبقى كل الفرق بتحب بعض. طيب المساله بقى ولا مساله فار ولا مساله عداله ولا بتاع، هي فرقه قويه وقدرت تنسجم وتحقق. طبعا زي ما بقول لك الفرقه دي كلهم قريبين من بعض، بس برضه الفار مهم. مش هتقدر تظهر. طبعا الفرقه جامده كل حاجه، الفار مهم طبعا. ما احنا من غير الفار ما كناش هنكسب. في حاجات كانت بتيجي علينا كانت زمان كانت بتتحسب، دلوقتي خلاص دلوقتي في عدل شويه يعني. والله بص انا اقول لك الحكايه من يعني من موقف واحد ملوش في المساله. ها وانت عارف انا دلوقتي اللي كنت بشوفه من الزملكاويه بيقولوه من سنتين هو اللي انا بشوف الاهلاويه النهارده بيقولوه، وانا تايه وسطهم. يعني الاهلاويه السنه دي هم اكتر ناس بيشتكوا من التحكيم، واكتر ناس عندهم مشاكل. ممكن هي المساله دايما مين اللي كسبان. ممكن الناس تراجع الماتشات اللي فاتت هتعرف مين اللي خد الاخطاء اكتر، احنا ولا هم. بس خلى الموضوع سهل. خلى الموضوع اسهل بالنسبه لك. احنا ما كسبناش، احنا ما حدش ساعدنا ان احنا نكسب الدوري، احنا خدناه بعرقنا تعبنا. هو اصدق جمله قالها شيكابالا في الفيديو ده، قال ايه؟ من غير الفار ما كناش كسبنا. وانتوا طبعا عرفتوا احنا كنا بنتكلم في الفقره الاولى ليه الونش وليه شيكابالا بعده عايزين الفار ده، لان الفار المصري اي فار تاني جنبه يعني ما يقدرش يعمل اللي حصل في الموسمين اللي فاتوا دول، ما يقدرش بجد ما يقدرش. فدي من اصدق الجمل اللي شيكابالا قالها. وفي جمله ثانيه انا بعتبرها شهاده تاريخيه، وعشان نكون منصفين، التحكيم ما بيمنحش للفريق الدوري او بطوله بيتلعب فيها 34 مباراه وهو ما عندوش مقاومات لده، لا لازم يكون في مقاومات بالتاكيد. ضمن المقاومات دي اللي قالها اللي شيكابالا من 2002 تقريبا في نادي الزمالك 20 سنه يعني تعامل مع اجيال كثيره جدا، قال لك اول مره الاقي فريق نادي الزمالك بيحبوا بعض بالشكل ده. دي نقدر نقول عليها مقاومات. يبقى لما نيجي نتكلم على 20 سنه شيكابالا وتبدا تفكر كده في الجمله اللي انت قلتها دي، تبقى عارف ان كان في مشاكل داخليه منعتك ان انت تنافس بشكل قوي، مش وجود فار من عدم وجود فار. فبقى عندك النهارده جيل بيحب بعضه وبيلعبوا زي ما انت بتقول على قلب رجل واحد مع وجود تقنيه الفار اللي انت بتقول لولا الفار ما كناش كسبنا البطوله. عايز ايه تاني؟ واضح. ليه بقى التشكيك في بطولات النادي الاهلي؟ بالتاكيد الفار لولاه ما كانش الزمالك خد بطوله الدوري، بالتاكيد ده الموجود. لكن تعالى هو قال حاجه مهمه جدا، قال ايه؟ تعالوا نتحاسب، هي سهله، نشوف مين فينا اللي عنده اخطاء تحكيميه. لا قبل ما نتحاسب، لان احنا اكيد هنتحاسب. هو الموسم اللي فات مع نهايته كلام ان نشوف الموسم اللي جاي هيحصل معانا ايه يا استاذ عمرو، هيتداس علينا، ده اللي اتقال وهنتظلم. طيب ده الفكره المبرر اللي متحضر
عشان لو في اي حاجه للاستثناء ان انت بطل الدوري حصلت يبقى ادي المبرر جاهز ومعلب وفكره سبب خساره الدوري. طب ده ما حصلش وبالعكس ما تدسش عليك، ده انت اللي حصل ان في مجاملات واضحه وصريحه وبالنقاط، كان ايه الرد؟ ان عدوا واحسبوا وحاسبونا او نتحاسب في النقاط. طيب عايزين نتحاسب، ما عندناش مشكله نتحاسب في ضربات جزاء محتسبه. وانت اللي قلت ولما يتقال في قصه تتعلق بالنادي الاهلي ويتقال الناس تحاسبنا بالنقط، لا احنا هنا بنحاسب بالنقط لما نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع نعاقب. الدفعه دي لقت كل حاجه بعد كده. بالظبط هي دي الدفعه اللي احنا بنتكلم عليها. الحاجه لما دفعته اخليه خد التوازن خلاص ده وقع وخلاه وقع، وكان ممكن يقع ولا يعرقل اللاعب ده بالزبط. لكن العرقله نتيجه الدفع اللاعب ده انا يعني كور زي دي يا جماعه والله ما فيها 50 في 50، الكره دي فاول على مهاجم اصلا، يعني انا مش هروح لخطوه ركن لا الدفع. يعني خد دي دفعة بتاع الزمالك هو اللي زق زميله، لاعب الزمالك هو اللي انا شايفه بالصوره، انا شايفينه، انا شايف بتاع الزمالك هو اللي دافع، هو اللي احنا هنحسب دي ولو قرنات بتاعه الزمالك والسيراميكا احنا اللي يحسب اللي فاتت يحسب دي. احنا مش شايفين ده اللي فيه عرقل، مفيش عرقل. استنى يا كابتن، صور ثانيه، صور ثانيه، ما بقولك الصوره هنا في الاطفال. هل حمدي فتحي رجله الشمال مع عرقله الجزيره؟ ما ده يا كابتن مش واضح في الصوره قدامنا يا كابتن. كابتن مش اوضح من كده؟ لا مش واضح، يعني حضرتك مش قادر تاخد قرار. مش واضحه. طب قول يا كابتن، يستمر اللعب، يستمر اللعب، لا توجد ضربه جزاء من وجهه نظر حضرتك. طيب الصوره دي مفيش، واحنا مش بنراجع نقط، ده احنا كمان بنراجع معاكم مفهوم. ليه؟ لان امبي كان فيها نقط، طلاع الجيش كان فيها نقط، وركلات جزاء واضحه وازاي تم فيها قرارات تحكيميه غير صحيحه بالمره، وده بحساب النقط، وده اللي نادي الزمالك استفاد بيه. ولكن بنراجع معاكم كمان مفهوم، لان سيف الجزيري لما اتحسب له ركله جزاء كانت مع مفهوم مهم جدا حصل تحكيميا يا شيكابالا، اسمه الاحتواء. الموسم اللي انت بتتكلم فيه وتقول راجع، هو في فضيحة تحكيمية حتى لو مش معانا هنا تخص نادي الزمالك، في كلمة روح البروتوكول خطأ في مخالفة نص ولوائح وقانون التحكيم واضح وصريح، وده في من اللي انت بتتكلم هو عنه. سيف الجزيري مش بس روح مش الاحتواء، لا ده كمان سيف الجزيري 50-50 يا سيف. فنروح بقى لضرب الجزاء واضحة وصريحة لفريق سيراميكا كليوباترا لم تحتسب على نادي الزمالك. المسلوسي لما الولد بيهرب من الشد بتاع طارق حامد بيهرب بالجنب كده، راح عند المسلوسي امزقه، بص هو عايز يهرب، بص بيروح التاني امزقه بايده، يعني طب اهرب اروح فين؟ بهرب بالفانيلا لقيت الايد بقى ورايا ايه؟ بتزقها بالشكل ده. يعني دي ركله جزاء يا كابتن. يعني انا رايي المخالفه ليه ما اتحسبتش من معروف؟ ممكن معروف، خلينا نقول على حاجه، ممكن ما شافش. يعني شيء طبيعي ان معروف ما يحسبش، وشيء طبيعي ان حارف ما يحسبش، انما مش طبيعي الخبير اللي قال ركله انها مش ركله جزاء. ما هو ده خبير في ايه؟ صعب قوي. شيء طبيعي ان معروف ما يحسبش في ظهر المدافع، مش شايف في ظهر لاعب الزمالك، وشيء طبيعي ان الحنفي اللي قاعد في تقنيه الفيديو ما يحسبش، لكن اللي كان عند الكابتن سمير عثمان مش طبيعي ان الخبير اللي اعتمد عليه الكابتن عصام عبد الفتاح قال دي مش ركله جزاء، فده اللي استفز فعلا الكابتن سمير عثمان، لان شيء طبيعي فعلا ان معروف ما يحسبش. كمان ما كانتش دي بس، انت قلت نتحاسب، ما كانش ده بس الحساب اللي معانا، لا لسه الحساب تقيل قوي. حساب الفار الموسم ده والتحكيم ده فيما يخص سواء على النادي الاهلي او للمنافس تقيل قوي. نطلع ونشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. شوف ماسك مدافع فيوتشر ازاي من رقبته. على فكره الكوره نزلت عنده وهو منع ان هو يوصل للكوره ده في اللايف، يعني انا تابعت الماتش كويس. هنا الهدف احتسب وتم استئناف اللعب بسرعه جدا. ده قبل ما تروح للسيسي، قبل ما بس الهدف ده مش اللي جابه محمود علاء. لا مش هو اللي جابه. لا طيب ده بس ده في خطا قبل الهدف. هنا الهدف المفروض يتم الغائه، وكان المفروض الفار يشيك على اللعبه دي بالشكل ده ويستدعي محمد الحنفي ويقول له في خطا قبل الهدف. لكن احنا شفنا اللي حصل بعديها، تم استئناف اللاعب بسرعه جدا، وده على غير العاده زي ما بنشوف. احنا بنشوف دايما التشييك بيحصل على الهدف ممكن نقعد دقيقه او دقيقتين وثلاثه، زي الهدف بتاع الزمالك اللي جبناه لما قعدنا 4 دقائق في الاخر مش عارفين هو هدف ولا مش هدف. ايه رايك في كشف الحساب ده يا شيكابالا؟
هعتقد محمد الحنفي حكم الساحة كان من نجوم الموسم يعني تحكيميا، وكان بشكل واضح أخطاؤه مؤثرة. ده كشف حساب بسيط، 3 ضربات جزاء للزمالك احتسبت غير مستحقة، ركلة جزاء على للمنافسين لم تحتسب، وهدف غير مستحق لنادي الزمالك أيضا كان فيه فاول واضح وصريح. ده حاجة بسيطة بس كده من كشف الحساب، بما غير حالات الطرد غير طبعا عشان كده بنقول حاجة بسيطة يعني حاجة على الماشي كده. فأعتقد فكرة التصريحات السنة دي هدفها يمكن إسهامات التصريحات لشيكابالا كانت أكتر من إسهاماته بهدفين في تحقيق الزمالك للدوري. نشوفكم بعد الفاصل. مرة تانية والأهلي خط أحمر، كلمنا عن تقنية الفيديو اللي بيحبها الونش واللي بيشاركه في المحبة الكابتن شيكابالا، وتكلمنا عن لو تواجد تقنية الفيديو كان هيتغير مسار البطولات. أيوة كان هيتغير مسار البطولات، ده اللي احنا متفقين عليه، لكن مش متفقين على المنهجية او ازاي تتغير اتجاه البطولة او يتغير اتجاه البطولة. الكابتن ياسر عبد الرؤوف هيوضح لنا ازاي ممكن يتغير اتجاه البطولة في وجود تقنية الفيديو اللي افتقدت او اكتمل فيها كل شيء وافتقدت حاجة واحدة، العدالة، اللي هي المفترض اساسا جاية عشان تطبقها. نشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف. احنا عندنا يا كابتن خالد 150 ركله جزاء اتحسب تمام، في 99 حسبهم حكم الساحه النادي الاهلي اللي اتضر فيهم. انا بشكرك جدا ان انت حددت لنا بمعادلتك وبوجهه نظرك ان اكثر فريق تضررا كان في 5 مباريات فقط لا غير، عشان انت انا سمعك دلوقتي اراء خبراء التحكيم بيتكلموا عن 6 مباريات. نطلع ونشوف الفيديو. بنك الاهلي والاهلي حاله عملت لغط كبير جدا جدا جدا. صحيح الحكام اتخذوا اجراءات مش صح، وان حكم الفار ما كانش يجب عليه ان هو يتدخل في حاله زي دي. انت كحكم فار مالكش ان انت تتدخل في الاستئنافات خالص، ولا من بعيد ولا من قريب. تمام. وكان لابد في حاله زي دي ان الهدف يتم احتسابه، ولكن للاسف حكم المباراه رمله حكم كبير، خرج رجع لشاشه المراجعه وبالتالي لغى الهدف. الحقيقه كان قرار هو التنفيذ كان خاطئ، لكن مش من حق حكم الفار انه يتدخل خالص. اللاعب المدافع ده اللي انا هحاسب رامي ربيعه عليه اللي هحاسبه عليه يقدر يمنع اللي جاب الجول دوت انه يجيب جول؟ لا. يقدر يمنعه؟ لا. امال انا هحاسب رامي ربيعه عليه؟ هحاسبه ليه اذا كان حارس المرمى اللي بايدين الاثنين ما عرفش يمنعها؟ هما الاثنين موجودين، ده في موقف تسلل واثر على ده، لكن الاثنين بره المكان اللي فيه اللعب النشط الفعالي. انا في وجهه نظري شوف احنا هنختلف، وعلى فكره الامور قريبه، وجهه نظري ان هذه اللعبه لا يوجد فيها تسلل. هنا فتح وقت ممتاز كده كده بيرش تاو ابعد، بيرش تاو ابعد، يبقى الكره دي سليمه بناء على الخط ثم الاجتهاد اللي احنا عملناه. نعم. الكره دي مش جدليه، كرة مش دي جدليه. انا بالنسبه لي انا مش جدليه بصراحه. اللي عاوز يهرب من التحليل في الكره دي هيقول لك كلمه واحده بس، الخطوط اتحطت. لاتش هنا بالستارز في الرجل من تحت، لاتش المدافع هنا راح يلعب كره عدت وراح مكمل في الرجل، دي حاله كانت لازم الفار هنا يجيب الحكم. طبعا ركله جزاء انا بقول من وجهه نظري هنا دي صحيحه لم تحتسب لمحمد الشريف في لعبه. في الاهم بالنسبه لي لعبتين ركلتين جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 30، في ركله جزاء لمحمد الشريف لم تحتسب اللي هي خد محمد الشريف الكره بصدره واللاعب المصري دافع بالجسم، ده ماسك تقدم الخصم مسك كامل من لاعب النادي المصري لحسام حسن، وكان دي لازم يتم استدعائه من حكم الفار ويشوفها، ودي ركله جزاء صحيحه ثانيه. انا شايف من وجهه نظري على الاقل في دفع، في حاله هنا هنشوفها التاكلينج هنا بس التاكلينج بالقدم اليمنى على الاقل. هقول اني على الاقل الفار كان يجب ان يتم استدعاء الحكم، حتى ما خدتش حتى كابتن الشريف حتى ولو 30 ثانيه ولا دقيقه. ده 6 مباريات تضرر فيها النادي الاهلي تضرر واضح، مش وجهه نظرنا، ده وجهه نظر خبراء التحكيم. انا عارف كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول لا نظر اراء خبراء التحكيم، اقول لك موافقين، بس وجهه نظرك اصلا يا كابتن ياسر هل فعلا كانت صحيحه او متسقه مع ذاتها لما بتتغير الوان التيشيرتات؟ لان هو قال ان هدف الاهلي في المقاولين اللي عرف تسلل اللي الكابتن جمال غندور قال هدف صحيح، الكابتن بقى ياسر عبد الرؤوف قال تسلل. كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي قال تسلل في مباراه المحله والاتحاد، تعالوا نشوف رايه. الاول هنجيبها من الزاويه الجانبيه من الزاويه الخلفيه ونشوف هل الراجل المدافع كان عنده القدره اساسا ان هو يوصل للكوره والمهاجم في موقف التسلل ده اعاقه؟ لا. هنشوفها من اهي.
بص الكره معديه من قصاد المدافع. كمل من قصاد المدافع. المدافع اساسا ما لعبهاش. تمام. حارس المرمى من البدايه خالص شايف المصدر وشايف الكوره. وبرده ما لحقهاش. ممكن يكون خد عينه. ما خد عينه. ده الكوره جايه من الناحيه العكسيه يا خالد. ايوه كابتن. لو هو مش واقف بص كل هو ده هو مركز مع المهاجم التاني. لا 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 هو كل ده عينه على الكوره. يعني انت شايف ان الكوره هدف؟ طبعا انا شايف ان مفيش اي تاثير ولا على المدافع ولا على حارس المرمى. تمام. والهدف طبعا سليم وتميز من احمد حسام الحقيقه. كل اللي قاله كابتن ياسر عبد الرؤوف في لعبة الأهلي والمقاولين بيتعارض تماما مع اللي قاله في الفيديو ده، لأن ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، إن الاختلاف الوحيد اللي بيجي في كلام كابتن ياسر ويتخلى عن كل موضوعاته اللي دايما بيقولها لما يبقى الأهلي طرف في الموضوع. قبل ما نختم معاكم نتمنى طبعا الحلقة تكون عجبتكم، ونشكركم على ردود الأفعال، وكمان في تعزية واجبة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الضمان. ازاي تضرب وتوجع بالادب؟ ازاي تخلي الخصم اللي قدامك تمرمطه وتجيبه يعني ارضا بالادب وبالذوق بدون اسفاف بدون تجاوز بدون خروج عن النص زي ما بيعمل قناة البليلة وزي ما بيعملوا اعلامي البليلة وزي ما بيحصل من قناة نادي الزمالك. ولكن في قناة النادي الاهلي الردود بالادب وبالاحترام كما عهدنا القائمين على قناة النادي الاهلي والقائمين على منظومة النادي الاهلي بصفة عامة. قالوا كلام في منتهى الاهمية ورد على كل السفهاء اللي يعني مش بيتطولوا بس لا بيتطولوا بيقللوا ولكن جزاكم دي من سنة كذا حرام ولو في فار. ادي الفرق بين الفار بتاع مصر والفار بتاع السعودية ولا قطر. المباراة اللي لعبها الزمالك مع الهلال بينت قد ايه حجم الزمالك وقد ايه الفار اللي عندنا دوت كان مخصص لخدمة نادي الزمالك واهدائه الدوري. هو ده الفرق بين الفار والفار. وبندي الجملة دي يعني ولا اقول لكم بلاش مش هقول لكم بنهديها لمين ولكن هنقول لكم بنهديها لمين الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انتهى الفيديو بتاعنا. انا حاولت اعمل مقدمة قصيرة ومؤخرة قصيرة علشان الفيديو حجمه كبير ولكن الفيديو فعلا يساوي تقله ذهب. واحنا بنشكر احمد اسامه ومحمد فارس على المجهود الرائع اللي بيعملوه للرد على المتجاوزين والسفهاء واللي بيقللوا من نادي الاهلي. انتهى الفيديو بتاعنا. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.